مساء عليكم مشاهدينا ومشاهدي تلفزيون يوم السابع من داخل محافظة بورسعيد ومن مدينة بورفؤاد، المدينة المبنية على الطراز الأوروبي هنا في محافظة بورسعيد وأحد أهم المزارات السياحية هنا في المحافظة، ومن قلب جبال الملح اللي بتحاكي جبال الألب في أوروبا والجبال التليج. هنكون معاكم في دقائق نقول لكم على ذلك المزار السياحي الهام هنا في محافظة بورسعيد واللي بيشهد توافد المئات من الزوار. يعني يمكن حصل عملت مدينة بورفؤاد إحصائية في وقت من الأوقات وقال إن في تقريبا 10,000 مواطن بيزوروا جبال الملح خلال كل أسبوع. تجمعات موجودة هنا على مدار اليوم في جبال الملح بمحافظة بورسعيد، هنطلع مع حضراتكم عن تفاصيل هذا المكان. احنا بناخد جولة كده مع حضراتكم في هذا المكان، كبار سن صغار، سيدات رجال شباب فتيات، الكل موجود بيستمتع بهذا المشهد الجمالي الرائع هنا في محافظة بورسعيد من داخل جبال الملح. هنتكلم كمان عن تفاصيل هذا المكان أكثر مع حضراتكم ونعرف طبيعة هذا المكان. في الأول طبعا حضراتكم عارفين إن محافظة بورسعيد هي محافظة ساحلية بتطل على البحر الأبيض المتوسط من الجهة الشمالية، ومن الجهة الشرقية بتطل على المجرى الملاحي لقناة السويس، واحنا موجودين دلوقتي في الجهة الشرقية. الكل هنا موجود في جبال الملح اللي موجودة في شرق مدينة بورفؤاد، ايضا كل هنا موجود بيستمتع بالتقاط الصور التذكارية واتخاذ اللقطات الرائعة، وكمان بيقوموا ب يعني رفع هذا الملح كأنه تلج ويلتقطوا صور رائعة. خلينا نكلم يعني حضراتكم في البداية عن قصة هذا المكان هنا في محافظة بورسعيد. المكان ده بدأت شهرته لما فكر أحد المصورين إن هو ياخد فوتو سيشن لعريس وعروسة داخل هذا المكان ويحاكي الملح اللي هو موجود باللون الأبيض كأنه زي التلج، وبدأ ان هو يلتقط هذه الصور كأنها التلج، ومن هنا بدأت شهرة هذا المكان منذ هذه اللحظة، وبدأ كل اللي عايز يتصور وياخد صور مشابهة ان هو يجي هذا المكان ويلتقط الصور التذكارية الرائعة في جبال الملح بمحافظة بورسعيد. دي القصة الخاصة بشهرة هذا المكان، ومن ساعتها بدأ يبقى في تنظيم للرحلات الأسبوعية هنا داخل جبال الملح. بيتم تنظيم هذه الرحلات، رحلات أسبوعية في هذا المكان ليستمتع بها كل الزوار، وكمان يعني كان في أجانب بيبقوا موجودين هنا في جبال الملح بيستمتعوا بوجودهم وبالتقاط الصور التذكارية في هذا المكان. هناخد جولة كده مع حضراتكم. هنلتقي الآن مع الأستاذ أحمد جمعة المنسق الإعلامي لجبال الملح هنا في محافظة بورسعيد. أستاذ أحمد بنرحب بحضرتك على شاشة اليوم السابع. يعني عايزين في البداية كده حضرتك، يعني احنا قلنا للناس القصة بس أكيد حضرتك عارف التفاصيل بشكل أكبر خلال استقبالك كمان للناس، يعني قول لنا قصة شهر جبال الملح بدأت منين؟ مبدئيا بنرحب بحضرتك وبنرحب بتلفزيون اليوم السابع، نورتونا يا فندم. جبال الملح يعتبر بدأت بالصدفة، هي جبال موجودة مصنوعة من الملح زي ما انت شايف وليها مظهر شبه الجليد،
وبعد كده اتعمل سيشن هنا لعريس وعروسة، والصورة كانت ترند على السوشيال ميديا، وبعدها بدأت القنوات تنقل الأخبار، حتى القنوات الأوروبية بدأت تقول إن جبال الجليد المصرية تتحدى جبال الجليد في روسيا، ومن هنا بدأ الترند ينتشر والناس بدأت تيجي تاخد الصورة زي ما أنت شايف كأنها في الجليد بالظبط. ويعني إحنا عندنا يعتبر الموضوع موسمي أكتر أو موسمي شوية في الشتاء، يعني الناس بتيجي في تمام، الشتاء بيبقى الصورة مناسبة أكتر للفكرة بتاعت لفكرة المكان. الجليد نفسه. أيوة مظبوط كده، طب يعني كلمنا على طبيعة المكان، الموقع هنا اللي بيميز جبال الملح، الإقبال كمان. طبيعة المكان زي ما انت شايف كده هادية شوية، يعني الناس بتيجي هنا بتستجم بالهدوء، وفي نفس الوقت المنظر الملح اللون الأبيض ده بيحسسهم براحة نفسية أكتر، والإقبال دايما بيبقى في الويك إند، يعني في كل جمعة وسبت أو خميس وجمعة وسبت كل نهاية أسبوع بيبقى الإقبال أكتر بكتير من نهاية الأسبوع، بس إحنا لفترة مدارس دلوقتي امتحانات دلوقتي فالدنيا هادية شوية. غير إن متوارث عن الملح الموضوع إن هو طاقة إيجابية والحسد وزي ما أنت عارف والكلام ده، فالناس بتيجي هنا يعتبر استجمام بشكل أكبر. بدأتوا كمان ان انتوا تطوروا من الموضوع، بدأ يبقى في شباب في افكار جديدة موجودة بتصنيع يعني حاجات او مصنعات لجبال ملح، يعني كلمنا اكتر عن ده. احنا في الفترة الأخيرة الشركة هنا نقلت مكان جبال الملح، أو بدأت إن هي تطور من الفكرة دي بحيث إن هو الموضوع بيكون سيفتي أكتر. الأول كان جنب ماكينة هنا صعبة شوية أو فيها خطورة شوية، فاحنا بدأنا احنا ننقل المكان هنا ونعمل إن احنا الزوار أو اللي يستمتع بالمكان ما تعرضش لخطورة أكبر زي الفترة اللي فاتت. بالإضافة إن احنا عندنا بعض الشباب اللي بيقدموا مشغولات ملح سواء الأباجورة أو ملح شكله ألوان للزينة أو ده برضو موجود أو متاح دلوقتي في الفترة الأخيرة دي. تمام يا استاذ احمد، بنشكر حضرتك وان شاء الله يعني مزيد من الاقبال على جبال الملح هنا في محافظه بإذن الله بورسعيد. نورتونا يا فندم، شكرا. نورتونا حضرتك. يعني زي ما حضراتكم يعني سمعتوا كل التفاصيل الخاصة بجبال الملح هنا في محافظة بورسعيد، واللي بتحاكي جبال التلج في الدول الأوروبية. المكان ده هنا يعني بيبعد أمتار قليلة عن المجرى الملاحي لقناة السويس، كمان بيبعد عن منطقة بيتجمع فيها طائر الفلامينجو الطائر الشهير اللي بيجي له زوار برضه من كل المحافظات بيستمتعوا هنا بهذا الطائر اللي بيبقى موجود خلال هذه الفترة في موسم هجرة الطيور هنا في محافظة بورسعيد. يمكن أستاذ أحمد نوه برضو خلال حديثه إن الأعداد هنا مش طبعا يعني أقل من الطبيعية، بيتم استقبال هنا الآلاف، ولكن طبعا فترة الامتحانات هي اللي عاملة الكلام ده، والإقبال مش يعني هو كبير بس مش بالأعداد اللي بتبقى موجودة هنا. بيبقى في أتوبيسات واقفة قدام بوابة جبال الملح يعني بالمئات موجودة رحلات أسبوعية هنا لمحافظة بورسعيد. عايزين كمان يعني هنوري حضراتكم الشباب اللي هم بيصنعوا المشغولات الخاصة بالملح، يعمل أباجورة، الحاجات اللي هي بتسحب الطاقة السلبية وبتكون طاقة إيجابية، موجودين هنا في هذه الساحة بيقوموا ببيع المنتجات الخاصة والمشغولات الخاصة بيهم. كمان يمكن الإدارة هنا خصصت زي سلم كده عشان طبعا كبار السن وهم بيطلعوا وهم بيتجولوا في هذا المكان. كمان يعني دي الشباب اللي بيبيعوا المشغولات الخاصة بالملح اللي زي ما بيقولوا كده يعني بتعمل طاقة إيجابية في أباجورات، يعني تفاصيل كتير موجودة هنا داخل المكان بيستمتع بيها الأهالي هنا في محافظة بورسعيد والزوار اللي بيجوا من المحافظات الأخرى أيضا. مشاهدينا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع، بنشكر حضراتكم على هذه المتابعة، وإن شاء الله نكون مع حضراتكم في متابعة كل الأحداث الجارية بمحافظة بورسعيد. شكرا لحضراتكم، شكرا جزيلا. كان معكم محمد عزام مراسل اليوم السابع بمحافظة